بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 23 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله الكلام في إثبات عذاب القبر وبيان حقيقة النفس والروح، فيقول: قال تعالى في الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، وهذا ذوق له بعد الموت. قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المشركين يوم بدر في القليب ناداهم: يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. وهذا دليل على وجودهم وسماعهم، وأنهم وجدوا ما وعدوا بعد الموت من العذاب. وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم. وقال تعالى في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا خطاب إذا توفتهم الملائكة وهم لا يعاينون الملائكة إلا وقد يئسوا من الدنيا. ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه، بل هو شاهد يعلم أن الذي يخاطب الملائكة هو النفس، والمخاطب لا يكون عرضا. قال تعالى في سورة النحل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وهذا إلقاء للسلم حين الموت، وقول للملائكة ما كنا نعمل من سوء، وهذا إنما يكون من النفس. وقد قال تعالى في سورة النحل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال في السجدة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت. قال تعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال قبل ذلك في سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وأيضا قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهذا بيان لكون النفس تقبل وقت الموت، ثم منها ما يمسك فلا يرسل إلى بدنه وهو الذي قضي عليه بالموت، ومنها ما يرسل إلى أجل مسمى
وهذا إنما يكون في شيء يقوم بنفسه لا في عرض قائم لغيره، فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت. والأحاديث الصحيحة توافق هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقال: لما ناموا عن صلاة الفجر إن الله قبض أرواحنا حيث شاء. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فهذا توف لها بالنوم إلى أجل الموت الذي ترجع فيه إلى الله، وإخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون إلى الله. والبدن وما يقوم به من الأعراض لا يرد، إنما يرد الروح، وهو مثل قوله في سورة يونس: ثم ردوا إلى الله. قال تعالى: إن إلى ربك الرجعى. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وتوفي الملك إنما يكون لما هو موجود قائم بنفسه، وإلا فالعرض القائم بغيره لا يتوفى. فالحياة القائمة بالبدن لا تتوفى، بل تزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه. وقال تعالى في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فقوله ارجعون طلب لرجع النفس إلى البدن، كما قال في الواقعة: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وهو يبين أن النفس موجودة تفارق البدن بالموت. قال تعالى: إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسئل الشيخ رحمه الله عن الروح المؤمنة أن الملائكة تتلقاها وتصعد بها إلى السماء التي فيها الله، فأجاب رحمه الله بقوله: أما الحديث المذكور في قبض روح المؤمن وأنها يصعد بها إلى السماء التي فيها الله، فهذا حديث معروف جيد الإسناد. وقوله فيها الله بمنزلة قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وبمنزلة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية معاوية بن الحكم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه كما تحوي الشمس والقمر وغيرهما، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا يعتقده عاقل، فقد قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض والسماوات في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلات والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلات والرب سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته
ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. قال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. وقال تعالى: فسيحوا في الأرض. وقال تعالى: يتيهون في الأرض. ليس المراد أنهم في جوف النخل وجوف الأرض، بل معنى ذلك أنه فوق السماوات وعليها بائن من المخلوقات، كما أخبر في كتابه أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال: بل رفعه الله إليه. وأمثال ذلك في الكتاب والسنة. والله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.